الحفره باش نحط ناخذ ثاني واحد بحال التران باش يديني الماطه اللي بغا يقول لكم. السلام عليكم الاخوان الاخوات، كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم واحد الفيديو. دابا انا ان شاء الله غادي نسافر، غادي نلتحق بالمغرب ان شاء الله، لكن الشيء الجميل هو انني نشوف الوقت اللي غنط فيه الصباح. الصباح بكري مع الثلاثة تقريبا انا فقت، ودابا انا جيت كنسين غنركب في البوس او كما كيقولوا في الالمان الحافله باش نمشي للمحطة، باش المحطة ناخذ ثاني واحد بحال التران باش يديني الماطر اللي بغيت نقول لكم. شوفوا ان كاين هنايا دابا في هذا الوقت هذا دايرين واحد البوس سميتو ناخت بوس، حافلة الليل كانت فهمتي كيكونوا بالليل بحال شي واحد اللي عنده فهمتي ترونسبور ولا هذيك كيخرج، ولا الناس اللي كتكون سهرانه ولا هذيك كيلقاو الترونسبور. كما كتشوفوا الاخوان ها هو باقي لي 7 دقائق غادي يجي دابا ان شاء الله. الاخوان بغيت نشارككم معايا، بقاو معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. كما تشاهدون الاخوان الاخوات ها هو البوجه في نفس الموعد. كاين واحد السم برا، واحد البرد وبرد وعاصفة مجموعة فيها كلشي. عشان نقول لكم كنتمنى والله هاد البرد يدوز على سلام ان شاء الله. كما كتشاهدوا الاخوان الاخوات دابا هذا كيبقى على 24 ساعة، اي واحد باغي يمشي للمطار كيلقى هذا خدام دايرينو على قبل المطار. واش حاجه زوينه الصراحه فهمتي، كتنوض كتلقى مع انك باغيش تسخسخ، الا ما كانش هو راه غتاخد طاكسي كيطلع لك واحد الثمن اللي غالي شويه. الحمد لله هذه هي نعمه. الاخوان كما تشاهدون اول مطار تاع ميونشن الدولي، انا عطيت سميتو راني دفعت الباكاج ديالي الحمد لله داز بخير. كما قلت لكم هذاك جيت في الاسبان الصراحه هذاك الشيء كان زوين دغيا، وصلنا بخير وعلى خير وبقاو معنا الاخوان. اخوان اخوات شوف معايا شنو لقيت في البرتغال، في سميتو في عمرني ما لاحظت الصراحه، كان جديد من وقت عمرني ما لاحظت هاد القضيه في المتجر ديال اللي كيبيعوا فيه الحوايج التونيات وتاع السبورتينغ ديال المنتخب. لقيتو دايرين باش تعرفهم راه فهمتي ديال سبورتينغ لشبونه ديال رونالدو ملي كان دايرين لي لاكارت ديالو ملي كان كيدريني بدري الصغار. هانتوما الاخوان بقا تشوفو معايا شو باش تعرفو عن رونالدو كأسطورة في البرتغال. الفر ديالي واحد الجولة لقيت واحد المحل زوين غنوري لكم وتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. كمل قرايتو وشوف انواع تاع السردين هنا ما شاء الله. شوف البواطات كي دايرين ما شاء الله، داك الشيء مصروع ولكن راه الثمن ديال الثمن ماشي غير السردين، كاين حتى السلام وكاين بزاف ديال الانواع، ولكن اللي زوينه هو هذا المحل ناضر يا اخوان ناضر. شوف الديكور ديالو كي داير، شوفو شوفوا هذا مثلا كيدير 9 الاورو، هذا تا هو النوع تاع السردي تاع البرتغالي يعني. يا شي حاجه زوينه باينه امن يعشقوك فهمتي، قلت لك ملي تشوف هذه واخا غالي تقدر تاكلو وانت مطمئن. ها انتم الاخوان
كما كتشوف زوينة بها الشرع يكون واقع. أول السر ديال يعني هنا كاين السلام هو العجب ديال الصراحة عجبني هادشي هادشي زوين هذا السر ديال هادشي راه كان قديم هادشي كان بحال هادشي كان في المغرب هذا ما دابا حاليا ما عرفتش الله أعلم بعد أنا كنعقل بحال هاد الكرتونة هادي كانت في المغرب هادي شحال هادي الأنواع Thank you, obrigado. اللي بغى يجي للبرتغال يدوز يشوف هاد البحر الصراحة زوين.